السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة هنبدأ المراجعة على يونت 6 الوحدة الستة، هنحل من كتاب جيم الأضواء جنرال اكسرسايزز عليها. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيقول هنا look and write، انظر واكتب. هنا الصورة دي معناها ايه؟ معناها education تعليم. عندي هنا mining التعدين، هنا tourism السياحة، هنا فيشر مان رجل الصيد. طيب السؤال الثاني read and put true or false، هنحط صح او غلط. this man has a van، هذا الرجل لديه van، فعلا هي موجودة الفان اهي، يبقى صح. he sells fruit، بيبيع فاكهة. طبعا لا، هي الصورة بيبيع فش سمك، يبقى false. عندي he works in the fishing industry، true، هو فعلا بيعمل في مجال صناعة الاسماك. he has fresh fish، عنده سمك طازة، true. نيجي للسؤال اللي بعده choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. مكتوب السؤال بيقول the hotel pays salary، بيدفع ايه؟ مرتبات to the workers، للعمال. number 2 engineers، المهندسين. build wind turbines، بيعملوا ايه؟ توربينات للرياح بيبنوها. طيب عندي كمان fishermen work in the fishing industry. number 4 what do teachers do، المدرسين بيعملوا ايه؟ they teach children، بيدرسهم لايه؟ الاطفال. السؤال اللي بعده في الانسجابس، عندي هنا 1 2 3 4 four words، عايزني اكتب منهم في المكان الفارغ. هنقول the government، الحكومة pays for things، الاشياء likes roads، الطرق and schools، والمدارس. renewable sources of energy، مصادر الطاقة المتجددة. don't cause pollution، بتسببش التلوث. fishermen catch and sell، بيصطادوا ويبيعوا. fish in the markets، في الأسواق. the engineer builds new wind turbines. طيب بعد كده read and match، هنوصل. salary is the money paid for people، المال اللي بيدفع للناس. who work، اللي بتعمل. the government، حكومة. pays for things، بيدفعوا الأشياء. like roads، الطرق. and schools، والمدارس. a guide، المرشد. works in the tourism industry، بيعمل في ايه؟ منظومة او في مكان السياحة. oil and coal، مالهم؟ are non-renewable energy resources، مصادر ايه للطاقة غير متجددة. نشوف السؤال بعد كده، بيقولي look and write، انظر واكتب. a paragraph، paragraph of about four sentences، عن اربع جمل. بيقولي why I want to be a dentist، ليه انا عايز اكون دكتور اسنان. هنقول to be a dentist عشان تصبح دكتور اسنان، اخدينها من السؤال اهو. to be a dentist is a very good job، دي وظيفة جميلة. he can fix bad teeth، بيصلح الاسنان اللي مش سليمة. he helps us to have a good smile، بيساعدنا ان احنا نمتلك ابتسامة جميلة. he works very hard، هو بيعمل بجد. حاولنا نجيب الكلمات اللي ممكن تبقى مشتركة او الجمل اللي مشتركة في اي وظيفة، اللي هي is a very good job، وظيفة جميلة. he works very hard، الكلمات دي بنكتبها في اي وظيفة، ما بتفرقش. بحط بس جملتين او جملة تبع الوظيفة، اللي هو ايه؟ بيصلح الاسنان، ان هو بيدينا ابتسامة ايه؟ جميلة. طيب تعالوا كمان نكمل بقية الأسئلة معانا. جايب لي هنا أسئلة كمان، بيقول لي listen، هنسمع ونبدأ نجاوب. طيب هتسمعوني وتعملوا دايرة. أول كلمة هتبقى ten، تاني كلمة fish، تالت كلمة fix، رابع كلمة disagree. تاني number one ten، two fish، three fix، four disagree. تعالوا نبص عليها. هتبقى ten fish fix disagree، شوفوا انتوا عملتوها صح ولا لا. يلا بسرعه. ها السؤال اللي بعده read and choose the odd word، او تعال نحذف الكلمه المختلفه. farming، mining، tourism، كلها ايه؟ حاجات تبع الصناعه. driver مختلفه. طيب ده ايه؟ الشخص نفسه، لكن هنا المجال اللي بيتعامل بالشغل فيه ايه. هنا tourist guide، tourism engineer، هنا tourist سائح، guide مرشد، انجينير مهندس، لكن توريزم السياحة. طيب يبقى هي المختلفة. كول، جاز، اويل، كلها ايه؟ مصادر طاقة غير متجددة. وايند المتجددة، يبقى هي المختلفة. كلينر، جيولوجيست، جايد، كلها برضو ايه؟ اشخاص بيقوموا بالمهنة دي، لكن education ده التعليم بوجه عام. طيب choose the correct answer، عندي هنا جيولوجيست. جيولوجيستس work in the mining industry. طيب the dentist fixes teeth، عندي سوبر ماركت، sell food. طبعا هنا مادام في اس لازم اختارها ايه؟ الفعل ما بيبقاش فيه اس.
لان هنا دي بدمها جمع تيجي هنا ايه الفعل عادي من غير اضافات. the farmers المزارعين, grow برضو هنا فيها جمع يبقى هنا grow يجي من غير اضافات فوق. ليه؟ لان بيساوي هنا the farmers هنا بيساوي الضمير ايه زي, زي بتاخد ايه في جملة المضارع البسيطة عادي بتاخد الفعل في المصدر عادي مفيهوش اي اضافات. لكن مع هي وشي وات قلنا بنحط لها اس المفرد. طيب نيجي بعد كده choose the correct punctuation, هنختار الجملة اللي فيها علامات الترقيم صح. هتبقى في نمبر 1 هتبقى بي وي دبليو كابيتال, وكمان عندي هنا كوما, وبعدين بفرق ما بين wind الرياح, water المية, and the sun والشمس. طيب نمبر 2 هتبقى برضو بي, عندي هنا دبليو كابيتال, وفي الاخر في كوتشن مارك عشان ده سؤال يبقى دي برضو اللي صح. طيب برضو هنعمل امتحان على الوحده الثابته تقويم شامل عليها, بيقول لي listen and supply the missing letters, واعمل اكتب الحرف الناقص. هيبقى اول كلمه sun, تاني كلمه run, تالت كلمه fix, رابع كلمه sad. تاني sun run fix sad. تعالوا نبص, اول حرف هيبقى اليو في كلمه sun هو اللي ناقص, تاني حرف الرن اليو اللي هو اللي ناقص, فران يجري, تالت كلمة هيبقى الاي, رابع كلمة هيبقى الاي. طيب برضو السؤال اللي بعده بيقول لي listen, هيبقى نمبر 1 هتبقى جايد هي النقطة الأولى, يعني النقطة التانية هتبقى history, آخر نقطة هتبقى stories. تعال نشوفها, عندي هو جايب لي أساسا 3 words عايز أكتبهم في أماكنهم الصح. do you like being a guide? yes I do, I learn a lot about history. Yes, and you can tell the tourists interesting stories too. تقدر تقول السياح قصص جميلة أيضا. طيب كل الكلام ده احنا ترجمناه واحنا بنشرح أصلا الدرس. طيب نيجي بعد كده هنا circle the odd word out, عندي هنا أول كلمة هنحذفها هي كلمة mango هي المختلفة, الباقي مصادر للطاقة متجددة. عندي هنا هيبقى الكلمة المختلفة بلامبر لأنه ده سباك, ده شخص بيقوم بالشيء لكن دي مهن عموما. هنا برضو كلها أشخاص لكن هنا دي المختلفة, دي التوريزم هو الشخص, دي السياحة عموما. هنا سالري ايكونومي وركرز مرتب, الاقتصاد العمال, الجهاز هي المختلفة. طيب بنكمل مع بعض الأسئلة, بيقول لي هنا choose the correct answer, عندي the teacher works in the education industry, solar energy is a non-renewable energy resource مصادر الطاقة غير متجددة, wind turbines make electricity بتصنع أو تولد الكهرباء, what does a geologist do, geologist بيعمل ايه, he studies ليه, لأن هنا عندي he بتضاف لها e بتضاف لها s. طب أنا عندي هنا آخرها y, ال y بتتشال ويتحط بدلها i e s. طيب فاخترنا studies, طبعا دي متكررة فحذفناها. طيب عندي هنا read the passage القطعة الفهم, فبيقول لي هنا non renewable energy resources cause pollution بتسبب تلوث, طبعا true صح, wind water and sun are renewable energy resources فعلا true صح. هنا بيقول لي where do non renewable sources of energy come from, بتيجي منين, from the earth بنجيبها من الفقرة هتبقى من الأرض, what does the pronoun it الضمير it refer to بيشير إلى إيه, burning non حرق non renewable resources مصادر الطاقة الغير متجددة. طيب تعالوا كده نشوف الري ارينج, السؤال الري ارينج بيقول ايه, هيبقى each sister كل اخت had a beautiful mango tree لديها شجرة مانجو جميلة. طيب librarians help people اللي هو امين المكتبة بيساعد الناس get information حصول على المعلومات, what do people use salaries for بيستخدموا مرتباتهم من اجل ايه, the guide works المرشد بيعمل in the tourism industry في مجال السياحة. طب هنا بيقول لي اكتب paragraph about four sentences عن ايه, why I want to be a teacher ليه انا عايز اكون مدرس, ودي استفدنا بيها في الشرح واحنا بنشرح الجزئية دي. طيب هي جايب لي برضو الwords الكلمات اللي عايز نستعين بيها, فبيقول لي هنا هنقول برضو من نفس الجملة to be a teacher عشان تصبح مدرس, كما every day is different كل يوم بيبقى مختلف, students ask surprising questions الأطفال أو الطلاب بيسألوا أسئلة مفاجأة, teachers should be patient لازم إن هو يكون صبور, it is hard work هي إيه عمل شاق. طبعا هي ما وضحتش هنا من الصورة فكتبتها لكم هنا عشان تبقى واضحة حروفها. طب البنكتويت وده آخر سؤال معانا, هو هيبقى هنا طبعا أبوستروف إس على ازداد والد علي is an engineer, وفي الاخر دي جملة خبرية بخبر بيها بشيء ما هوش السؤال يعني, فبحط في الاخر full stop. يبقى عندي الابوستروف
قبل الاس قلنا اس الملكيه، وفي الاخر في فول ستوب. احنا كده خلصنا مع بعض مراجعتنا على الوحده السادسه. هيبقى ان شاء الله من الفيديو القادم ان شاء الله هنبدا نعمل ريفيو 2 اللي هو على الثلاث وحدات الاخيره جنرال اكسرسايزز اللي موجود في كتاب جيم الاضواء. دمتم في امان الله.